أهلا بيكم. ارتفاع أسعار السجائر الخبر الأهم اليوم. النهاردة يتم تطبيق القرار برفع أسعار السجائر بسعر جنيه واحد في كل المحلات. حتى الآن لدينا بيان من شركة فيليب أند موريس المنتجة للمنتجات الثلاثة الأكثر مبيعاً في مصر بعد المنتج الشعبي الأكثر تداولاً كليوباترا. فيليب أند موريس بتنتج ماركات مارلبورو وإل إم وميريت. احنا عارفين طبعا ان الاكشاك ومحلات البقاله في مصر بتبيع سجاير عموما بسعر اعلى جنيه من الاسعار اللي بتعلن عنها الشركه، يعني مثلا ماركت ال ام ثمنها اللي بتعلن عنه الشركه ممكن تشتريه من المتاجر الكبرى ب 32 جنيه، لكن بتلاقيها في الاكشاك ب 33 جنيه. خلونا طبعا نتكلم عن السعر الرسمي، بلاش نروح للاسعار الخاصه بالمحلات والبقاله. السعر الرسمي لمارلبورو بأنواعها الريد والجولد والبيربل والميكس هو 44 جنيه، أما الميريت بأنواعها فتبقى ب 48 جنيه وده السعر الرسمي. أما الأم بأنواعها الريد والبلو والسيلفر والفورد فورورد ب 33 جنيه، في ماركات ما زادتش زي مارلبورو كرافتد والأم موشن، أما السجاير مارلبورو كرافتد بأنواعها الريد والجولد بقت ب 36 جنيه، الام موشن بأنواعها الريد والبلو ب 28 جنيه. التجار طبعا كانوا عارفين من بدري ان هذه الاسعار هتغلى، ويمكن شفنا كمان عند البعض غياب لبعض انواع السجاير، وامبارح يمكن لاحظنا في ناس كتير قوي ما كانتش لاقيه الانواع دي، على اعتبار ان التجار في مثل هذه الاوقات بيحاولوا يخزنوا السجاير الموجوده علشان يقدروا يبيعوها بسعر اغلى لما تعلى. طيب السجاير غلت ليه؟ سجاير الحقيقه هتغلى علشان قانون التامين الصحي الشامل. ممكن ناس كتير تستغرب الموضوع ده، لكن السجاير هي مصدر من مصادر تمويل مشروع التامين الصحي الشامل، وهو حقيقه اتجاه عالمي اننا نرفع سعر السجاير علشان نبتدي نقلل عدد المدخنين اولا، ونخلي المراهقين والاطفال غير قادرين على شراء السجاير من مصروفهم، علشان نمول كمان المنظومه الصحيه. قانون التأمين الصحي الشامل نص على أنه يتم تحصيل 75 قرش من قيمة كل علبة سجاير مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجاير محلية أو أجنبية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرش حتى تصل إلى 150 قرش. كمان نص القانون على تحصيل 10% قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ بخلاف السجاير زي المعسل وزيت الفيب وغيرها من أي مادة فيها نيكوتين. شركة الشرقية إسترن كامباني، شركة شرقية للدخان بتحتكر صناعة السجاير في مصر طبعا كلنا عارفين، كانت قالت قبل كده أن قيمة مبيعاتها بلغت 14 مليار و500 مليون جنيه في السنة المالية سنة 2019 و2020 مقابل 14 مليار قبل عام. خليكم عارفين طبعا ان المصريين للاسف بيستهلكوا 4 مليار علبة سجاير باجمالي 85 مليار سيجارة بمعدل مليار و700 مليون سيجارة اسبوعيا و 60 الف طن معسل في السنة، اي بقيمة 75 مليار جنيه. طبعا ارقام تخض. خلينا نفكركم برحلة اسعار السجاير في مصر خلال 4 سنوات الاخيرة. أعلنت الشركة الشرقية للدخان في يناير 2017 عن زيادة أسعار منتجاتها بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليسجل سعر علبة الكليوباترا نحو 12 جنيه بدل من 10 جنيه ونص، ويسجل سعر العلبة السوبر نحو 12 جنيه و75 قرش بدلا من 12 جنيه ونص. في فبراير 2017 أعلنت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار أنواع من السجاير منها كليوباترا البوكس الأبيض إلى 12 جنيه و75 قرش بدلاً من 12 جنيه، كما ارتفع سعر علبة جولدن بيست الأحمر والأزرق إلى 15 جنيه بدلاً من 14 جنيه ونص. في مارس 2017 ارتفع سعر علبة سجاير كليوباترا السوبر مرة أخرى بنحو 75 قرش لتسجل نحو 13 جنيه ونص بدلا من 12 جنيه 75 قرش. في يوليو 2017 ارتفع سعر علبة سجاير كليوباترا السوبر لتصل ل 14 جنيه بدلا من 13 ونص، كما ارتفع أسعار سجائر
فايسروري فلتر وفايسروري لايت ل 18 جنيه بدلا من 17 جنيه جراء زيادة أسعار مدخلات المنتج. نوفمبر من العام نفسه رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز من 11 جنيه ونص إلى 14 جنيه، وسجائر كليوباترا كوين سوفت من 12 جنيه ونص إلى 14 جنيه ونص، وسجائر مونديال بوستن ولايت وبيلمونت من 12 جنيه إلى 15 جنيه. طبعا دي كانت آخر الأخبار خاصة بارتفاع أسعار السجائر، الخبر الأهم لليوم، وناس كتير هتشوف الزيادة دي وصلت لإيه وهتهتم، وحابين طبعا نعرفكم كل جديد وإمتى طبعا هيتم تطبيق القرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي جميع المدخنين من هذه العادة المدمرة للصحة. بشكركم على طيب المتابعة، ونلقاكم دوما على رأس الساعة في تغطيات إخبارية جديدة، وإلى اللقاء.